للخير مواسم وللإيمان نفحات، والرمضان وحشة من عام لعام. معسكر روحاني ترتفع فيه درجتنا، وتسقل فيه معادننا، وتغسل فيه همومنا. لكن الصيام عن الطعام والشراب هو جزء من رحلة التهذيب الروحاني. الأجزاء التانية عبادة وترتيل، لكن الأهم هو تنقية النفس والروح. في رمضان 2020 تعالوا سوا نرتحل مع الرحل، لنغير النفس ونصفي الباطن ونحصد أطايب الأخلاق. في رمضان بودكاست مع حنان عواد. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، من عليائك يا الله أنر ظلمة أنفسنا واغفر خطايانا. يا الله يا حي يا قيوم، جدد أرواحنا في رمضاننا هذا، ولا تجعلنا فاسدين مفسدين، وهبنا روح الحكمة والتفاهم والثبات والمعرفة والتقوى، واملأ قلوبنا يا الله بخشيتك وطاعتك وتقواك. اللهم آمين. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات رمضان بودكاست مع حنان عواد. في وسط مناقشة عادية، واحد بيعرض رأيه اللي هو مخالف لرأي صاحبه. قام الأولاني قال للتاني اتقي الله وبس يا سيدي، بقت زعلة. ليه يا عم؟ ده بيقول لي اتقي الله، هو أنا ما بخافش ربنا؟ لا أنت ما بتخافش ربنا، وكلمة من ده على كلمة من ده وعينك ما تشوف إلا النور. ناس بيتم تكفيرها، ناس بيتم تحقيرها. ايه المشكلة في اتقي الله؟ على فكرة انا شخصيا بحب النصيحة دي قوي، حتى لو اللي قايلها يقصد بيها التجريح او الاستهزاء، لان ده احيانا بيحصل كتير. حد يطول ان تجيله تذكرة انه يخشى ربنا ويتقيه، دي حاجة كويسة قوي. كل مرة ربنا بيذكر التقوى في القرآن بلاقي وراها حاجات جميلة قوي. يعني مرة يقول خير الزاد، ومرة يعلمنا ان المتقين هم الفائزون، ومرة يوعدنا الفتوح الجميلة عند التقوى. تاني مرة حد يقولك اتقي الله، رد عليه وقول له اللهم اجعلنا من المتقين. دي نصيحة قالها لي حماية ربنا يرحمه ويغفر إليه. ابلع ريقك وهدي أعصابك وراجع رأيك وشوف نيتك. لو بعد المراجعة حسيت إن قلبك مرتاح ومتطمن للرأي ده، يبقى خلاص توكل على ربنا سبحانه وتعالى وكمل ودافع عن رأيك. ولو ملقتش إن رأيك ده يعني صح 100%، أو بينك وبين نفسك كده شكيت في نيتك، ويعني كان في بينك وبين نفسك كده قولان، مش عيب إن أنت تراجع نفسك وإن أنت تغير قناعاتك. وما تقولش لحد اتقي الله كأنها شتيمة، وما تاخدش الكلمة دي لو حد قالها لك على إنها شتيمة، اعتبرها نصيحة رائعة ما تفقدهاش رونقها وحلاوتها. اتقي الله عادي، دي نصيحة من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا جابها لنا على لسان هذا الشخص.
والتقوى هبة من ربنا ونعمة بيمنحها لبعض عباده لتكتمل فضائله. بس في بقى بعضنا زي محتاج يدور عن التقوى ويرسخها داخل قلبه. فعملية شد وجذب كده بين القلب والعقل والهوى والنفس. وكنت قريت في مكان ما أحد الحكماء بيقول التقوى من كمال الدين، وأعتقد إنها لو كانت من فطرة الإنسان الموضوع كان هيبقى سهل، ما فيهوش عناء، ما فيهوش مجاهدة، لأن خلاص بقت من فطرتنا تقوى الله. لكن مش كلنا عندنا هذه الاستجابة الغريزية اللي هي الفطرية اللي بتعرفنا نعمل إيه، نقول إيه، نعمل إيه في مواقف معينة ونقول إيه في مواقف تانية، نتصرف إزاي في المواقف الصعبة اللي بتمتحن فيها تقوانا. التقوى بتمهد الطريق للإتقان والإحسان، إتقان وإحسان كل حاجة، عملنا، علاقتنا، تعاملاتنا المالية، وحتى كمان علاقتنا بأنفسنا. والفلاسفة على مر العصور وفي الحضارات المختلفة، مهما كانت ديانة هذه الحضارات، سواء كانوا من الموحدين أو من اللي بيعبدوا الأصنام أو اللي بيعبدوا القوة الطبيعية الخارقة، الفلاسفة اعتبروا أن التقوى من الفضائل الأخلاقية. والجميل أننا ممكن نتعلم الفضائل دي زي ما ممكن أننا نتعلم الرذائل والشرور والمعاصي. والتقوى هي الخوف، هي الضمير اللي بيبقى من جوانا وبتبقى صعبة وتقيل على القلب، لأنها في أحيان كتير بتحتاج أننا نجبر أنفسنا في مواقف معينة على التصرف بشكل يخالف هوانا. يبقى الواحد عايز يعمل حاجة لكن ضميره وتقواه بتقوله لأ، التصرف الصح كده. وبعد هذه المجاهدة لربما ان احنا ننجح في غرس يعني رغبة صادقة في انفسنا ان احنا نعمل ما يرضي الله ونعمل اللي بيحمي الاخرين من اذانا، يعني نحمي الاخرين من انفسنا ونتحلى بالسماح وحب كل مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى وكل البشر بما فيهم الناس اللي من ديانات أخرى أو من خلفيات تختلف عن خلفياتنا. والتقوى هي اللي بتحول العبادات زي الصلاة والصيام يعني من طقوس خاوية المعنى، مجرد حركات بنعملها وخلاص، أو نمتنع عن الأكل ونفضل نايمين طول النهار وسهرانين نتفرج على التلفزيون طول الليل، أو نقوم للصلاة كده متكسلين ونحس إنها عبء، يلا يا عم خليني أصلي واخلص بقى. فهذه الطقوس والعبادات بتفقد المعنى الحقيقي، وإنها يعني محطات للراحة في حياتنا اليومية بدون يعني ما نخل بالنظام الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه لإعمار الكون، إنها ما تكونش كمان أداة إن إحنا نهرب من الشغل بتاعنا. وده خلاني فكرت يعني وأنا بفكر في موضوع التقوى وبقلبه كده في دماغي، لقيت إن ممكن يكون في تقوى زائفة
وده على فكرة خضني ورعبني، وقلت لا أنا لازم أقعد أتفكر أكتر في موضوع التقوى الزائفة دي. ولقيت ان التقوى الزائفة دي ممكن تيجي بانواع او بصور مختلفة. اول صورة فكرت فيها هي اللي انا بسميه نمرة النجاح. يعني ايه؟ عارفين بالظبط اللي بيذاكر المذاكرة اللي يدوبك لما يخش الامتحان يجيب نمرة النجاح، او انه لما يقعد يحل الامتحان يحل بس الاسئلة اللي تحسسه انه هو ها خلاص هيعدي. تقوى نمرة النجاح دي هي التقوى بالقدر البسيط اللي يعني ان احنا نفتكر انه ممكن يعدينا من الامتحان الصعب في الدنيا دي. يعني تلاقي نفسك بتصلي تسديد خانة، بتصوم علشان مجبر على الصيام عشان انت في بلد اسلامي وكل الناس بتصوم، ولو ما صمتش هياكلوا وشك. يعني ببساطة بنعمل الحد الأدنى من العبادات كنتاج للتعود أو لتجنب نقد الآخرين اللاذع وسخريتهم منا. يعني ببساطة كده بعبد ربنا في أقل وقت وبأقل مجهود، وفي الحالة دي بتكون حياتنا الروحانية فترة ما فيهاش حماس وما فيهاش إحساس القرب بالخالق الأعظم، إن أنت قريب قوي من يعني عارفين خالق الأكوان، يعني قوة أكبر بكتير قوي من اللي ممكن أتخيله. والأسوأ بقى إن لما تدينا أعمالنا دي إحساس كاذب بالرضا عن النفس. الله، طب ما احنا عملنا اللي علينا خلاص يا عم، ما انا بصلي، انت بتتكلم في ايه؟ ما انا بصوم. الله، ما انا لابس بشكل معين، ما انا لابسه بشكل معين. فتدينا احساس زائف بالرضا عن النفس، والاسوأ واسوأ انها تدينا احساس ان احنا احسن من الاخرين. لا اصلا انا بصلي وده ما بيصليش، لا اصلا انا مطلق لحيتي وده مش مطلق لحيته، لا اصل انا لابسه نقاب ولا لابسه خمار ودي لابسه كذا وكذا وكذا، فحس ان انا احسن من الناس التانية بدون ما امعن النظر فعلا هل انا استحق هذه الافضليه ولا لا. ولما يدينا هذا الخفوت والفتور في حياتنا الروحانيه يبقى الواحد حاسس كده ان حياته راكده وتقيلة، ونبقى مش عارفين مصدر الإحساس ده إيه. النوع التاني من أنواع التقوى الزائفة اللي أنا فكرت فيه هو تقوى التقليد. إحنا البشر كائنات اجتماعية وكائنات مقلدة، بنشوف حد بيعمل حاجة فبنقلده ونعملها احنا كمان، او عشان احنا عاوزين نشعر اننا منتمين لمجموعة ما. لما بنشوف المجموعة دي بتعمل حاجة او قائد المجموعة دي بيؤمر اتباعه بانه يعملوا حاجة معينة فنقوم نعملها عشان نشعر بالانتماء لهذه المجموعة بدون تفكير وبدون ما يكون في انعكاس على حياتنا الروحانية. يعني للأسف أنا عاهدت ناس كانت بتصلي صلوات زيادة وتزود من الدعاء بالليل، وفي النهار يعني ما لقيتش أي انعكاس على سلوكياتهم خالص، لمجرد ان هم يروحوا لهذه المجموعة ويقولوا احنا صلينا، احنا دعينا، احنا قرينا الورد، احنا عملنا كذا، احنا عملنا كذا. وده خلاني
ان انا وانا بربي اولادي ما اجبرهمش انهم يصلوا او انهم كمان يصلوا زياده، ولا اظهرت لهم سعادتي او فخري لو صلى السنن او قرا القران مع نفسه. بعد سن معينه الاعمال دي لازم تنبع من جوه الانسان، مش رغبة لإرضاء أي شخص أب أو أم أو هربا من عقاب. لو ده اللي حصل بتبقى تقوى زائفة، العمل ده ما بيبقالوش أي قوة نفسية ولا أي تأثير على الولد أو البنت اللي بيصلوا وبيصوموا وبيقروا القرآن وبيعملوا الكلام ده، إذا ما جاش ده من جواهم، إذا ما حببناهمش في هذه الأعمال وحسسناهم بفايدة الأعمال دي على حياتهم. والأخطر بقى إذا ما شافوش انعكاس الأعمال دي اللي احنا بنعملها على حياتنا احنا، وأولادنا بيلاحظوا ان احنا بنصلي كتير بس في نفس الوقت بنكذب وبنخدع وبنغش، بيلاحظوا هذا التباين ما بين اللي بنقوله واللي بنعمله فعلا. النوع الثالث من التقوى الزائفة هو التقوى المتقطعة أو عدم المداومة. يعني شخص يقرر أنه مش هيكذب تاني لأن الصدق من تقوى الله، يلتزم كام يوم ويحاول يفكر نفسه كام يوم، وبعد شوية ترجع ريمة لعادتها القديمة. لأن التقوى الحقيقية بتحتاج قدر كبير قوي من المجاهدة مع النفس، وللأسف أول ما بنحس إن إحنا حققنا نجاح ولو بسيط ممكن ننقطع عن هذه المجاهدة. وافتكروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول قليل دائم خير من كثير منقطع. اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى في دورات متعاقبة من العمل ثم الانقطاع ثم العمل ثم الانقطاع، أحسن له إنه يقلل العمل شوية ويركز على المداومة، لأن التقوى محتاجة ركيزتين مهمين قوي، الإخلاص والثبات أو المداومة. فإذا عملنا القدر اليسير لكن أديناه بحب ومثابرة وإخلاص، ده هينعكس على حياتنا بشكل أحسن كتير قوي من أننا نسهر ليلة نصلي ونقرأ القرآن وبعد كده ننقطع بعدها شهر. علشان كده أنا بصراحة مش بنصح بتغيير جدولنا في رمضان إلا بقدر محدود. في الصلاة ممكن نضيف التراويح وصلاة النوافل لو الظروف تسمح. في قراءة القرآن أنا شايفة أن الأحسن أن احنا ما ندخلش في سباق محموم علشان نعمل أكبر عدد من الختمات، وتلاقي الناس تتبارى، أنا ختمت القرآن كذا، أنا بقرأ القرآن كله في 10 أيام، يعني بختمه 3 مرات، وفي ناس أكتر وأكتر وتبقى مزايدة. في رأيي أن الأفضل أننا نقرأ بالسرعة اللي تسمح لنا أننا نفهم الكلام، أو الأحسن أن احنا نقرأ من مصحف مفسر علشان لو صدفتنا كلمة مش عارفين معناها نتعلمها. أيوة ديننا حثنا على الاستزادة من الأعمال الصالحة في رمضان، وإن لو عملنا أقل القليل في غير رمضان أحيانا ما بنعملش خالص، ونيجي نزود الجرعة قوي في رمضان بيبقى يعني ستريس، بيبقى إجهاد نفسي وعصبي وعقلي وعضلي وكل حاجة. ورب رمضان هو رب شوال وصفر ومحرم وغيره من الشهور، لكن لو داومنا على الطاعة في رمضان بدون ضغط
أو تكلف أو مغالاة. لربما قدرنا إننا ناخد الطاعة دي لما بعد رمضان كمان، ويبقى رمضان فرصة فعلا إن إحنا نتغير، مش نعمل تغيير مؤقت وبعد ما يخلص شهر رمضان ترجع ريما لعادتها القديمة، نرجع تاني نصلي على سطر ونسيب سطر، نسيب المصحف مهجور، نكذب، نغش، نخدع. النوع الرابع بقى من التقوى هو التقوى لغرض ما، وده فكرني بالآية اللي بتقول وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يعني كأننا في سفينة وفجأة البحر هاج وقلب علينا، فبقينا بنترعش وخايفين وبندعي ربنا سبحانه وتعالى بإخلاص، وأول ما ربنا سبحانه وتعالى ينجينا للبر نرجع تاني نكفر بنعمة ربنا سبحانه وتعالى ونجحد دوره في حياتنا، وبالعكس ده احنا كمان نتغرف في أنفسنا وقدراتنا. يعني لما نبقى عاوزين مصلحة ذاتية أو غرض ما ومتأكدين إن ربنا بس هو القادر إنه يحقق مصلحتنا، ندعي ربنا ونتقرب بكل عمل ممكن ونتفانى في العبادة كمان وكمان وكمان، ولما يتم المراد ويحصل الأمر في للأسف منا اللي لا يقر بنعمة الله وبيوقف يعني بيوقف الأعمال اللي كان بيعملها. يعني ولو كان انصلح شوية وبطل أي حاجة وحشة كان بيشوفها وكان بيسمعها وكان بيعملها، أول ما ينقضي الأمر اللي هو عايزه يرجع لسابق عهده من المعصية أو الكذب أو الخداع أو النميمة أو أي حاجة وحشة كان امتنع عليها عنها عشان الغرض ده. في بقى اللي بسميه تقوى ما وراء الطبيعة ودي بتحصل لما نحس ان الصلاة والدعاء كافيين واننا مش محتاجين ان احنا نشتغل ونعمل ونجتهد. وللأسف أنا شفت مواقف كمان دخلت فيها الشعوذة، وشفت ناس مش وراء مشعوذين متسترين بستار الدين، تلاقي المشعوذ يتقال له يا شيخ، تلاقي المشعوذة يتقال لها الشيخة فلانة، والشيوخ دول المشعوذين بيدوهم أوراد وآيات وأوامر بينفذوها عشان يحصلوا على غرض ما، ويفتكروا إن اللي عملوه ده هيغنيهم عن العمل والأخذ بالأسباب. أقول لكم أمثلة شفتها بعناية، زي أم عاوزة ابنها ينجح في الثانوية العامة ويدخل كلية من كليات القمة، تقضي طول الليل تصلي وتدعي زي ما الشيخ قال لها، وتعمل حاجات معينة زي ما الشيخ قال لها، وهي عارفة ان ابنها خايب ولعبي وما بيذاكرش، وبدل ما تركز مع اولادها وتربيهم صح وتفهم قدراتهم الاكاديمية كانت بتتكلم بثقة ان الادعية والصلوات دي هتخلي ابنها دكتور وبنتها مهندسة. وعايزة اقول لكم ان ده ما حصلش، وانا هنا عشان بس تفهموني صح مش بقلل من قيمة الدعاء والتقرب لله والاستعانة بالله، بالعكس، لكن اللي انا بقوله هنا ان احنا لازم نعمل اللي علينا، لان بصراحة انا شايفة ان طلب النجاح
لمن لا يستحق النجاح. ده تطاول على ربنا سبحانه وتعالى وتطاول على عدله، لأن ربنا قال وما ربك بظلام للعبيد. فتطلب حاجة ازاي من ربنا سبحانه وتعالى انت ما اشتغلتش وما اجتهدتش علشان تحصل عليها، وتاخد فرصة واحد اشتغل واجتهد اكتر منك. زي ابن عمل حادثة وخبط سيدة، بعد ما خبط السيدة خبط في عمود كهرباء، كمان كسر ممتلكات الدولة، وتلاقي الأم بتقول بكل ثقة ربنا هينجيه، وهي بتدعي ومش شاعرة بالجرم اللي ابنها عمله وبتهوره وباستهانته بأرواح الناس وبممتلكات الشعب، تروح تدور له على واسطة وتدفع له رشوة ويخرج من القضية رغم الجرم الشديد اللي هو ارتكبه، وتقول لا أصل أنا طيبة ودعيت ربنا إنه ينجيهولي. لا، أنت طلعتيه بالرشوة مش بالدعاء. وما ربك بظلام للعبيد. ربنا ما بيحبش الظلم، وربنا ما بيكافئش العمل السيء لا بدعاء ولا غير دعاء. والتقوى من الإيمان، والإيمان النبي عليه الصلاة والسلام عرفه لنا، قال لنا إيه؟ ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما قالش صدقه القول، قال العمل. سهل علينا أن احنا نتشدق بكلام ويعني وندعي أن احنا عندنا إيمان وتقوى والكلام ده كله، وأعملنا بتناقض كل الكلام ده. ومش بس كده، بنلاقي لأنفسنا المبررات علشان نكذب ونرتشي ونثير الفتنة بين الناس، وفي نفس الوقت ندعي ان احنا بنتقي ربنا وان احنا بنخافه وان احنا بنعمل العمل كويس. طب الحاجات الوحشة دي ايه؟ لا 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 لا، اصل في الموقف ده كان فيه كذا وكذا وكذا، أصل في الموقف ده كان فيه كذا وكذا وكذا. في كل موقف نغلط فيه نلاقي لنفسنا مبرر. الخوف هبة من ربنا سبحانه وتعالى، والتقوى نعمة، لأنها بتخلي خوفنا من المعصية أكبر من أي جايزة أو فايدة أو مأرب ممكن نحصل عليه. والخوف ده هو بداية الحكمة والرزانة والحياة الكويسة، لأننا ببساطة هنقدر نميز ما بين الصح والغلط، فنعمل الصح ونتجنب الغلط. وختاما ندعوك يا الله أن تملأ قلوبنا بخشيتك، وأن توجه أبصارنا نحو ما تحبه وترضاه دائما. ساعدنا يا رب أننا نتجنب كل الأمور اللي بتغضبك وبتسمم أرزقنا بشبهة الحرام وبتسود معيشتنا بسواد الإثم والمعصية والندم. امنحنا يا رب نعمة التقوى والخضوع لمشيئتك والرضا بقضائك، دون تكاسل، دون تواكل، دون ادعاء بصلاح كاذب يا رب. وبكده نكون جينا لنهاية حلقتنا النهاردة من رمضان بودكاست مع حنان عواد. التقوى موضوع من الموضوعات اللي شغلتني من زمان قوي، من وانا صغيرة،
وعودت نفسي ان بدل ما اخد كلمة اتقي الله على انها حاجة وحشة، اعتبرها تذكرة من ربنا سبحانه وتعالى، فاعيد التفكر تاني في اللي انا بعمله، لان احنا في النهاية بشر، قلوبنا برضو بيبقى فيها رياء، بيبقى فيها كبر، بيبقى فيها شوية حاجات كده محتاجة تتكنس وتتغسل وتتنظف. ومفيش احلى من مسحوق التقوى، التقوى اللي بتخلينا نخاف ربنا سبحانه وتعالى، مش نخاف الناس، نخاف من ان احنا نظهر قدام ربنا سبحانه وتعالى بمظهر وحش، حتى لو مظهرنا قدام الناس مظهر كويس. التقوى هي اللي بترسخ الايمان في قلبنا. ربنا يرزقني واياكم التقوى. اشوفكم بكره ان شاء الله.